كنشكر على الامن وهاد الناس كاملين رافقوا الصباح بكري على قبل حاجه واحده هي الوداد، وان شاء الله كنتمنوا يفوزوا ويكونوا عند حسن ظن الجمهور كامل اللي جاي وباقي جاي ديما وداد. بشحال كتظن غتسالي المباراه خويا؟ حنايا اول حاجه حنا عوالين فرحانين اننا غنجيو نتفرجوا في هذا الماتش، بغينا فرقتنا تربح، يتقاتلوا على التوني الدراري اللي مديبلاصين، راه كاين اللي سامح خدمته وكاين اللي سامح ولادو وكاين اللي فاق الصباح ما قال حتى شي واحد شي حاجه، وكنتمنوا حنا حاجه وحده هي انهم يتقاتلوا ويهزوا لنا الدرابو وان شاء الله نتيجه الفوز كما كانت حنا راضيين بها. مهم التاهل وديما وداد، انا عندي ثقه في نادي وداد جميع مكون هي الروح اللي كنمشيو به وهي الحب اللي كنبغيو، وان شاء الله حنايا بغينا الدراري يتقاتلوا نشوفوا كره في التيران، ما تخلعنا لا هلال لا والو، 11 لاعب كونت 11 لاعب، هذه كره قدم، الكويرير اللي عنده راه غيبان في التيران، نتمنوا النفوذ لفريق الوداد ويكونوا رجاله وترجلوا والله يعاونكم ديما وداد. اخويا ان شاء الله الربح، ان شاء الله نبقاو هاد العيا والتمارين اللي ضربنا معاهم في السيمانه ماشي جوكار، ونقولوا اللاعب يكونوا رجال ويتقاتلوا. بالداخل هنا يتاكدوا من التذاكر اللي عندنا والسبور اللي هنا وتدخلوا. وهي كنبغي نشكر السلطات على العمل اللي قاموا به، التنظيم كان زوين، حاليا التنظيم زوين وباقي غادي يزوين، ونتمناو يبقى غادي بحال هكا ديال سالي الماتش وكلشي في الدار ومسالي الماتش، ونكونوا رجال معانا، وهذه فرصة في العمر ما غاتعاودش، المونديال عملت بلادك ومكانك انت كبطل افريقيا وبطل الدوري نيت وخليتي الاهلي تا هما يدوزوا، اش نقول نكونوا رجال معانا. كتفرح كتكون بشرى خير ان شاء الله، غيكون الخير اليوم ان شاء الله كما كتشاهد تجمهر الجماهير الوداديه هنايا بروح رياضيه عاليه بالتضامن ديالهم، شي كيعاون شي كيعاون الاصدقاء ديالو شي كيعاون كل واش كيدير الحمد لله، وتواجد ديالي اليوم راه الحمد لله ديما كنتواجدوا في التظاهرات الدوليه والقاريه، حنا اي تظاهره كيرفرف فيها العالم المغربي نتواجد. دريويتي الجمهور مجموع لك واش دير لهم شي مسابقه ولا كاش؟ حنا دايرين واحد المسابقه جميله اللي كانوا تعطوني في قطر واحد الكادوات من قناه الكاس وقناه الجزيره والبيان سبور، ما شديتهم خديتهم خزنتهم في الدار، حتى جات هذه الملحمه ديال المونديالتو اللي شرف كبير للمغرب انه مثل احسن تمثيل الحمد لله كما شفتوا الافتتاح، فرقناهم على بعض الاحباب ولا فيديو غنبارطاجيو مع الناس، وكنتمنى كيف كان التجاوب ديال الجماهير سيدي الوجه؟ التجاوب رائع اخويا الحمد لله، الحمد لله عندنا محتوى نقي محتوى عائلي اللي يقدر الاب كيخلي التيليكوم كيخلي ولده يتفرج بلا ما يبعد عليه التيليكوموند بلا والو حيت مرتاح، ما كاين لا خدش الحياء ما كاين والو الحمد لله، وحنا راه شوف راه كانت ديبلاصاو مع الدرابو والوطنيه ديما والشعار ديالنا الله الوطن الملك، والتحيه الاولى والاخيره الرياضي الاول صاحب الجلاله محمد السادس، وشكرا سي عطيف حموشي على هذا الكم الهائل ديال رجال الامن اللي كيستقبلوا زعما الجماهير بروح رياضيه الحمد لله، وهذا الشيء كيفرح، وتحيه المدير العام للامن الوطني سي عطيف حموشي، وتحيه لكم كاملين. ديري كما قال دريوتي جوج واحد، شكون اللي غيماركي دريوتي؟ شكون اللي غيماركي في اللعابه؟ مول البوطه شكون اللي عطى البوطه للاهلي اللي فرقع بوطه صغيره على الاهلي؟ وترجي محال وعرف شكوك باش يلعب، وحنا كنتمناو من الله ان شاء الله. انا هنا حدا الدخله 2001 7 ديال الصباح كنتي خايف انك تسدوا لك البيبان ديال الطريق ياك؟ كيف شفتي الاجواء ديال الجمهور الودادي واجواء ديال الدراري دايرين انا في البارك انا معايا شرف الترجمه كنصور لها.